معي محاربين. إن اضطر الأمر سنبحث في القبائل والقلاع والغابات حتى نجد أبي. هل هناك من المحاربين من رأى أبي أو سمع خبراً؟ لا، مع الأسف المحاربون لا يعرفون أين هو. بحثوا في كل مكان ولم يجدوا أثراً له. أين أنت يا أبي؟ أين أنت؟ أبي أين كنت؟ لقد قلقت عليك. السيد عثمان سيكون ضيفاً في خيمتنا، فلنتكلم هناك. اجلس أرجوك. لكي أحل الأمر الذي دار بيننا ذهبت لأرى توغاي. لما فعلت ذلك يا أبي؟ وكيف تثق بقاتل؟ كيف لم تفكر أنه سيقتلك؟ فكرت ابنتي، فكرت، لكن ذهبت لأدفع ثمن خطأ قد ارتكبته. هل ذهبت إلى الموت بقدميك؟ لم أكن أريد أن يتألم الأبرياء بسبب أفعالي الحمقاء. لكن كيف نجوت؟ كان توغاي على وشك قتلي وأدركني السيد عثمان وأخذني من يده. سلمت يا سيد عثمان، ديننا لك يزداد، لا أعرف كيف نرده. قمت بواجبي ولا معنى للكلام في هذا الموضوع. مشكلتنا مع توغاي أغلقت في هذه الفترة، والآن حان وقت التكلم عن المستقبل. هل سنهاجر وأنت بهذا الوضع سيدي؟ لا داعي للتكلم في هذا الأمر الآن. نحن سنبقى معا، ولا أحد سوف يذهب إلى أي مكان. السيد عثمان محق يا ابنتي، انتهى الفراق والانفصال، مستقبل الأتراك بات واضحا مثل ما كان. والآن فلنأتي إلى موضوع الزواج الذي تكلمنا به مع الشيخ. السيدة مالهون ليست ابنتي فقط، بل هي يدي اليمنى وتحمل جميع أعباء القبيلة، تحارب إن اضطر الأمر. إن كانت ستتزوج وتذهب من هنا فهذا
سيكسر قوة قبيلتنا، وبالتأكيد ستتزوج يوما وتذهب. ولكن أقول، ترى متى ذاك اليوم؟ وهل أنا جاهز له؟ لا أعلم. على الأرجح لن أكون جاهزا ولا في أي وقت. سيد عثمان، الأفضل بأن لا تنتظر موافقتي على الأمر. إن كنت لا تزال تريد ابنتي، فزواجك من ابنة السيدة مالهون سيكون شرفاً لي.